الاخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الاخوان والاخوات عندهم باك ليبر وبغاو يسجلوا في القرعه الامريكيه وكيطرحوا السؤال واش بصح الناس ديال باك ليبر ما بقاوش كيقبلوهم. فهذا الموضوع هذا كنا هضرنا عليه شحال من مره، فنزيد نعاود ندير واحد التذكير باش لعل وعسى باش كلشي يفهم. وقبل من هذا الشيء الاخوان غير باش نكونوا واضحين مع بعضياتنا، حنا راه ما كرهناش كلشي غادي يجي، سواء عنده باك سواء ما عندوش الباك سواء اي واحد، وانتم عارفين هذا الشيء ومتاكدين في اي بلد، ما غاديش نقصد غير المغرب ولا اي بلد، قسما بالله ويفتحوا الحدود يمشيوا مثلا الهجره لشي بلد واحد اخر، والله ما يبقى حتى شي واحد ما يبقاو غير الحيوط في ذاك البلاد. الا كلشي غادي يمشي حتى واحد ما غيبقى في ذاك البلاد، كلشي غيهاجر. وكنتحدى اي واحد يقول لي لا كذا ما كذا ما كذا، راه الوزير براسه عنده اللي وزير اللي كنقولوا حنايا وزير عنده دوبل ناسيوناليتي، عنده جوج الباسبورات ولا ثلاثه الباسبورات، حتى هو وقع شي حاجه يبات ما يصبح. باش نكونوا واضحين، اذن راه ما كرهناش كلشي غادي يجي لامريكا ولا يسافر لاي بلد، ولكن القرعه الامريكيه بصفه خاصه علاش غادي نهضروا، راه دايره قوانين، هادشي راه ما يمكنناش نتجاوزهم، بحال القانون راه قانون، يعني القانون كيسرع للجميع وفوق كل واحد. بالتالي القانون ديال هاد القرعه الامريكيه ولا الشروط هما تكون حاصل على البكالوريا، ولكن كاينين هاد حاصل على البكالوريا، ولكن كاين واحد الشرط معاه، هو انك تكون مستوفي 12 سنه دراسه، 12 سنه دراسه كامله، يعني 12 سنه كنقصدوا من الابتدائي الاعدادي للثانوي، يعني حتى السنه الثانيه ثانوي، هذيك هي سنه 12، يعني 12 سنه قريتيها، ماشي قريتي غير حد الكاتريام او السانكيام او السيزيام و غتقول لا راني قريت 12 سنه كامله. هادشي هو اللي ولا شرط يعني اساسي، ولاو يعني كيدققوا فيه بزاف بزاف بزاف، لان زيرو كما قلنا زيرو الشغل، وكاين اسباب اللي جعلت انهم يزيرو، ماشي كما شحال هذه كما شفتوا عرفتوا وسمعتوا ان فعلا كاين اخوان راه عندهم باك حر وخرجوا من الكاتريام ودوزوا المقابله وخداو الفيزا ديالهم، ولكن كانت الدعوه يعني ما كانش هاد الزيار بزاف، ما كانوش هاد المشاكل اللي وقعوا حاليا هنا في امريكا، عاد ولاو كيزيروا في هاد المسائل ديال التاشيرات بصفه عامه، اما تاشيره تنوع او تاشيره سياحه او تاشيره زواج او خطوبه او يعني كيدقوا معاك مزيان واش مستوفي الشروط ولا لا. فاذا هنايا الناس اللي عندهم باك حر خرجوا من الكاتريام او خرجوا من السانكيام او خرجوا من السيزيام، فهنا الله يجزيكم بخير، احنا ماشي ضد نقول لكم ما تسجلوش ولا لا راكم مقصيين ولا شوفوا الشروط وشوفوا القوانين. باش تسجلتي ونجحتي ويوم المقابله وكملتي ذاك الاجراءات كامله ودرتي الفحص الطبي ودرتي ترجمتي الوثائق وخلصتي الفيزا ديالك وجيتي يوم المقابله، اش غيخسر عليك ضابط الهجره؟ غيقول لك واش قريتي 12 سنه؟ اش غادي تجاوبوا؟ عندك جوج الاحتمالات، غتجاوبوا قريت 12 سنه، غيقول لك عطيني الاثبات. اذا كان عندك الاثبات اللي هو شهاده مدرسيه، هذا هو احسن يعني اقوى اثبات، هو شهاده مدرسيه، لان غير كتمشي عند الليسي ولا فين قريتي كيكتبوا لك في ذاك الشهاده المدرسيه اش من مستوى وصلتي ليه وعلاش انقطعتي معاه، شنو هو السبب، واش كررتي، واش انفصال، واش نجاح، واش اذا كاينه شهاده مدرسيه، عاد ممكن تزيد دعم بالبلدانات او ليرول فيت نوت اللي كتبت انك مثلا وصلتي 12 سنة، يعني قريتي ذاك الثانية ثانوي كاملة، يعني كنتي كتحضر، يعني كنتي كتدوز المراقبة المستمرة، هي اللي كتزيد تبتها بهاد لوروفيد نوت ديالك، يعني ذاك البيانات النقط ديالك، مفهوم؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني غيقول لك واش دوزتي 12 سنة دراسة؟ غتقول ليه لا. هنا غيرفضك، غيقول لك راك ما مستوفيش الشرط ديال 12 سنة، وبالتالي من حقه يرفضك بذاك السبب الاول، الاخفاق في اثبات المستوى الدراسي او التجربه المهنيه، من حقه. حنا هذا الشيء كنقولوه الا بقاو في هذا الزيار هذا، الا بقاو يعني غيقول لك كتبت لي 12 سنه، والا كانت الدعوه عاوتاني شافوا انه بداو كيزيروا بزاف وخصهم يرخفوا على الخوت ويديروا عين ميكا ويدوزوا، يعني هما راه عارفين الشروط وعارفين القوانين ويدير عين ميكا ويدوزوا، راه غيدوز كما دازوا في هذا العام ولا الاعوام اللي فات، راه عندهم باك حر وخرجوا من الكاتريام والسانكيام وما حكروش عليهم على هاد 12 سنه دراسه كامله، وجيب لنا الاثبات وجيب لنا شواهد مدرسيه. اذا باش نكونوا واضحين ونديروا خلاصه لهادشي، كان عندك الاثباتات غتجيبهم معاك والامور غدوز سلامات، ما كاين حتى شي مشكل وتاخذ الفيزا ديالك. ما كانش عندك الاثباتات غتبقى بين كفتين كما كنقولوا، يا اما غيعطيك فيزا مرفوضه
يا اما غايدير عينيك وغايقول لك فيزا مقبوله والله يسهل عليك. فهمتوا دابا الاخوان؟ والعاود كررها، راه ماشي حنا تقولوا راه ما بغيناكمش ولا لا، راه خص، ولكن كنهضروا مسائل منطقيه وعقلانيه وقانونيه الى اخره، باش حتى شي واحد ما تظلم وماشي نهار المقابله يقول لك لا راه ظلموني لا راه. ها هما الاخوان هذا العام في 2022 راه مستوفيين، يعني 12 سنه قراو وخرجوا، اما سقطوا ولا ما كملوش الدراسه لظروفين ما، كل واحد الظروف ديالو اللي جعلته ما كملش البكالوريا ديالو، وعاود دوز باك حر وخداه وجاب الاثباتات وخداه، دافع على الدوسي ديالو وخداه الفيزا ديالو، وفي الدقيقه 94 كما كنقولوا ورجعوا للقناه وغتشوفوا التجارب ديال الاخوان، راه حطيناهم يعني تجارب حيه ودافع. انا كنقول لكم الدقيقه يعني صافي اخر نهار في السنه الماليه وتطبعت لهم الفيزا. مفهوم الاخوان؟ فرجاء هذه النقطه هذه، لان استقبلنا العديد ديال الاسئله، العديد خاصه الناس هادو ديال باك حر، الناس اللي عندهم باك حر ولا اللي مقبلين غيدوزوا باك حر وخارجين من الكاتريام او السانكيام او السيزيام. اما الناس اللي قارين عندهم باك حر وقارين ثالث سنه ثانيه ثانوي فلا حرج عليكم، انا كنقولها يعني راه عندكم الاثبات وراكم قريتوا 12 سنه، واخا تجيب له شهاده مدرسيه، بيانات النقاط، اي حاجه، راه كلها كتبت انك كنت تلميذا متمدرسا حتى السنه الثانيه ثانوي. وهنا بعض الاخوان كيسولوا واش انا عندي الاجازه وعندي الماستر وعندي مورال باك حر، واش حتى هي داخله محسوبه راني قريت فوق من 12 سنه؟ لا اخي ما كتحسبش هكاك، هما كيحسبوا لك حد البكالوريا، من البكالوريا لتحت، يعني من سنه ثانيه ثانوي لتحت، من الاعدادي حتى البكالوريا هذه هي تحسب، غتلقى 12 سنه ما بين الاعداد، ما بين عفوا الابتدائي والاعدادي والثانوي غتلقى 12 سنه. مفهوم الاخوان؟ فنتمنى هذه النقطه وهذا الموضوع ديال الباك حر تكونوا فهمتوه كما يجب، لان انا غيبقى في الحال انك مثلا ما مستوفيش 12 سنه وكمل وجاب لك الله نجحتي وكملتي هذه الاجراءات وخسرتي الفلوس ديالك وصلتي حتى نهار المقابله وغيقول لك فيزا مقبوله، غيقول لك انا فايلت عليك، كاع يقول لك فيزا مقبوله ان شاء الله، زعما قلت غيقول لك فيزا مرفوضه، وغتولي انت يعني الخبر راه كان في راسك ولكن انت درتي اللي في راسك وكملتي كلشي. فهنا غيبقاو كما قلت جوج الاحتمالات، يا فعلا راه غتاخذ فيزا مقبوله يا غيعطيك فيزا مرفوضه، ولكن الا تبازينا على هاد الاحداث اللي وقعوا للناس ديال دي في 22 فراه غيحكروا، وسيرتو هاد العام يعني في الموقع راه دايرينها في الموقع ديال التسجيل، كيقول لك اودي في الدبلوم راه اوموا يكون على الاقل يكون عندك هاي سكول دبلوم، يعني البكالوريا، وكتعني وكمل الجمله يعني كتعني انك تكون مستوفي 12 سنه كامله دراسه، يعني ماشي قريتي غير 9 سنين ولا 10 سنين ولا 11 سنه ولا لا، 12 سنه كامله. ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله في هذه السنه هذه، ونتمنى يكون داك الضباط الهجره اللي غيكونوا هذا العام في القنصليه يكونوا تعاملوا بواحد شويه ديال الليونه، حيت فعلا راه بغينا كل شيء الله يسهل عليه ويجي لهذ البلاد السعيده، وما بغيناش شي واحد اللي يخسر فلوسه ويخسر وقته ويخسر ويتعب والى اخره، وفي الاخر ما يكسبلوش ياخذ الفيزا ديالو. فنتمنى يكون الميساج وصل، وخاصه هاد الناس ديال الباك حر يفهموا شنو كاين، راه ماشي تقولوا راه ما بغيناكمش تسجلوا ولا ما بغيناكمش تجيو ولا ما بغيناكمش زعما تضيعوا فرصه على واحد اخر الى اخره، بالعكس راه بغينا اي واحد الله يسهل عليه، ولكن كاين شي حاجه سميتها قانون وشي حاجه سميتها شروط وقواعد اللي يجب علينا احترامها جيدا. يلا كمال يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.